هل تعتقد علي بن شيخ أنه ممكن بعد 3-0 لأن المنتخب الصومالي ضعيف ممكن بعد 3-0 4-0 في الدوميور الأولانية ولا في البريمير ميتون عندك دروا 5 شوجمون ممكن نخرجوا 5 لاعبين أساسيين ونعوضوهم بالك هذوما الأمور بيزالي حنشوفوهم تحسبا للقاء الموزمبيق؟ لا كي تسمع رضوان يقول لك ممكن 4-0 5-0 الصومال ضعف. إيه وش البالي ضعف البالي ضعف ولكن وعلاش نستناو الماركيو 4 باش نبدلو 5؟ انا ليا لا انا ليا مع الصومال ندخل بهادو لي سوا ديزون يدخلوا من بعد لي ماهم ستيتولار كيما حبيتو تقولوا هكذا انا ندخل بهادو اللاعبين لان لادفيرساري اللي فاهم تاكي مثال نعطي لك مثال تحط اغوش ورا هذا حط أغوش مش عارف ناكويري بار اكزومبل أغوش محرز يروبوزي يلعب والناس مش عارف انا جيتون ادروات بلاص تاع عطال جيتون ادروات بلاص تاع عطال بيان سور عطلنا نلعب الى بيزون جوي لو كان يا لو كان نقولوا يلعب ميطا مهمني يلعب ومن بعد واللي هادو ما يكملوا والاخرين اللي يوجدوا لي زواد سوادي زون تيتولار هما يلعبوا مع الموزمبيك مع الموزمبيك يلعبوا ماشي غير على جال باسكو تيتولار باسكو 3 جور قريبه السخانه سورتو لو ديبلاسمون وهادي وكذا واش عليه نقولوا بور لي جور وهي ليا انا 3 جور جو سوي توجور بور كو شاك 3 جور يتلعب ماتش وطيارات خاصه وكلشي دونك وراه المشكل. نعم نروحوا للتصريح موالي حول الخيارات هنا سامي العماري ويتحدث على قضيه ابراهيمي وقضيه ايضا يتكلم على بليلي وعلى الاسماء المطلوبه قال يجب على الناس ان تكون اونت وتقول كيف نختار التشكيله. هذه المره تراجع عن كلامه المره اللي فاتت قال روحوا اسالوا ابراهيمي او اسالوا ما قاش الاسم اسالوا بعض اللاعبين اللي راكم طالبوا بهم هل هما راهم حابين يجوا للمنتخب الوطني. هذه المره لم يقل هذا الكلام ولكن خيار فني حسب بالماضي الذي يقول في هذا الشأن. تعليقك سامي العماري سيتحدث بعد قليل أيضا عن دائما عن سعيود هنا في هذه الفترة يقول براهيمي كي نجيب ان جوار لازم تحطه في الكونتكست تاعه في البوست تاعه براهيمي تختاره بين عمورة ولو أنه عمورة في وقت من الأوقات كان يلعب أفونسونت وقويلي أيضا حتى هو في ندوة الصحفية قال بلي يقدر يلعب أفونسونت مي قال لك أنا يديرهم على الكوتي غوش شكون نجيب بالليلي براهيمي يسون اون كونكورونس مع هاد لي دو قالك باش واحد يكون حقاني لازم يختار بين هذا وهذا باش ما ندخلوش في هاد لا بوليميك. اذا كانت الاختيار ليا كنت ندي ابراهيمي بلس 1 ابراهيمي بلس 1 بلس 1 باسكو بور موا ابراهيمي ا سو بوست سي لو ميور جوار الجيريان اكتوالمون وكي تروح لا كوب دافريكون كونكورون لازم تدي ان جوار دو لا تروم دو ابراهيمي ابري ميتنون يفو سو بوزي لا كيسيون Est-ce que Guiri, depuis qu'il est en équipe nationale, a montré autant de percussions, autant de rendements qu'un Brahimi? Est-ce que Amoura est plus valable sur le couloir ou dans l'axe du but? Mais pour moi, si je devais faire des choix, si je devais être honnête, je ne peux pas nier le fait que Brahimi c'est le meilleur joueur algérien actuellement. Voilà. Pourquoi Anna, je choisis d'une manière automatique Guiri par rapport à Brahimi, alors que la vérité du terrain nous montre que Brahimi est très performant actuellement. Si on veut être honnête, c'est reconnaître d'abord la valeur de Brahimi et sa supériorité par rapport. Reconnaître sa supériorité par rapport au duo qui a été choisi. Après, c'est l'entraîneur national de choix de faire chez soi. Mais ses choix, c'est lui qui va en Coupe d'Afrique, c'est lui qui assumera les résultats. Mais on ne peut pas nier que Brahimi actuellement. C'est un joueur سجل 13 هدف صح c'est pas normal 13 هدف وتقريبا 8 تمريرات حاسمه خلينا بايتي اونيت اونيت نروحوا لنفس التصريح قبل ما نروح لعلي ولمحمد تقريبا يزيد يتكلم هنا على سعيود قال لك باش تجيبوا سعيود اليوم يتكلموا على سعيود لازم تنحي واحد شايبي ولا شكون عوار. اذا هذا ما قاله الناخب الوطني ولو انه باش نكونوا اونيت ايضا سعيود لم يستدعى منذ زمن لم يكن فيه لا عوار ولا شيء.
يعني باش نكونوا باسكو عوار الشايبي جاو مؤخرا للمنتخب الوطني. سعيود عنده 3 سنوات هو يبرز لكنه لم يستدعى للمنتخب الوطني ولا مره واحده، رغم انه كان النجم رقم 1 رفقة ابراهيمي وبليلي في كاس العرب. محمد شوف رضوان، اذا كان الناخب الوطني على قناعه رياضيه ان ابراهيمي وسعيود ما عندهمش مكانتهم اوكي، اذا كان على قناعه رياضيه، ولكن اذا كانوا يعني تصريف حسابات لا. لو نختار انا تقولي تختار بين سعيود وعوار، انا اختار سعيود شايبي وعوار. كاين دو بوست بور ثلاثه، ناخذ سعيود، ناخذ سعيود اولا ومن بعد نشوف شكون الثاني باش نكونوا صراحه ونكونوا اونيت. سعيود لاعب اللي عنده تجربه في افريقيا، سعيود لي اليوم راهو يدير يعني مع الفريق ديالو في السعوديه راهو يدير في بطوله اصبحت الان اصبحت يعني قويه، بولان كرو اصبحت قويه وقويه على البطوله الجزائريه. سعيود شفناه في كاس العرب كان قطر كان نجم المنتخب الجزائري هو ابراهيمي، هو اللي سجل لنا في لقاء تونس. وزيد اليوم تكلم على قويري نهائي مع تونس، مش نهائي مع تونس. اليوم نتكلموا على قويري اللي راح يشارك يعني دوره افريقيه اللي ما يعرفهاش، عمره ما شارك فيها رضوان، راح تكون صعيبه عليه. صح. علي بن شيخ، هل تختار انت سعيود مع كل من شعيبي وعوار؟ هل سعيود تعتبره احسن من هذا الثنائي ام ما تشوفش انت بهذه الطريقه تشكيله المنتخب الوطني؟ انا ما نقولكش شكون خير هذا او خير او خير، كيفاش راح تلعب؟ هل تلعب زوج ارتكازيين هكذا ريكيبيراتور تلعب دو ريكيبيراتور ولا تلعب بان نقولوا ريك سونتينال كما تقولوا وتلعب لو 8 و لو 10 سي دي بيستون يلعبوا طالعين حابطين؟ هنا لازم نتكلموا من هذا الباب. تقوليش انا هذا خير من هذا، سعيود سي تان اكسيلون جوار، شعيبي كيف كيف، عوار نعرفوه دوك كاع ملاح، نقعدوا نقولوا شكون خير؟ لا كيفاش رايحين نلعبوا؟ هذه وحده. انا نجم نقول لك ما مبدا ادم والناس يلعب اون ويت، انا نشوف هكذا الفوتبول والناس اون ويت، انا نجم انا نشوف هكذا الفوتبول. دوك انت تو ديبو ولا رايح تلعب ربع تنين باش تعمر باش تغلق وتلعب بالهجومات كما يقولوا معاكسه؟ نعم. لا تولي تلعب بافيك واحد سوا عوار سوا سعيود فهمني. شايبي ينجم يكون غاناتيك اغوش، ينجم يكون اغوش، سي لامانيير اللي رايحين نلعبوا بها كيفاش فهمني. ما ننجموش نقولوا لا هذا هنا وهذا هنا هكذا نو سي فو، هذايا سي فو سي فو، ما كاش منها. تا ايماجين نتايا تزرقي ما يافونسيش الكون قدام كاع، سي تان شوا، مي اسكو راح يفيدنا ام ما يفيدناش في اللعب ديالنا كون نديرو سعيود؟ انا نشوف ديفيرامون الفوتبول، انا نحب ان ميليو تيرا اللي يكون حي يانيمي، باش يانيمي لازم كاع يلعبوا كاع يبارتيسيبيو يوليو ان دوغري موان واحد اللي يكون من اللور يعس في الكوتي تاع الدفاع. ولكن تقول لي هذا ما هذا احسن من هذا سمير قال كلمه مليحه، لو كان نولي ونتكلموا على اسمه قويري سي تان جوار اللي يعجبني، ولكن جوسكا بريزون مازال ما وراش بلي راهو في فريق وطني مستوى اللي راح يدير دونجي لادفير جوسكا بريزون. صح.